أما سؤالك هل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، هل ورد في جملة مناصحة من ولاه الله عليكم، هل ورد ولاة الأمور أو ولاة الأمر؟ على كل حال ورد مناصحة ولاة الأمر، وهذا عند أحمد وابن حبان، وورد جملة مناصحة ولاة الأمور عند البيهقي في كتابه الآداب، وليس هناك مزيد فائدة لطالب العلم حتى يجزم بورودها أو بعدم ورودها، لأن المعنى واحد.